انا صراحه تكرفصوا في الشتاء وتكرفصوا في الصيف. الوتيره خاصها تسرع شي شويه. هذا بقى عام، راه نهار 8 راه عام هذيك. ملي كان الزنزال كنا في الدار، كنا جالسين مازال كاع ما تعشينا، وكان الضريبات علينا كلشي الدار، ونماتو عندنا شي 43 واحد اللي مات عندنا. خرجنا لبرا وشدينا هاد القياطن درناهم خيمنا، ولكن راه تكرفصنا بزاف في الشتاء والدراري المدرسه بعيده علينا شويه. ايوا داكشي اللي كاين، تعذبنا هاد العام، تعذبنا بزاف. انا سميتي هشام اجريف، ساكن بدوار تاج قالت قياده فين قلت عماله تالوزانت. الوضعيه الحاليه باقي الناس باقي مكرفسين شويه في القيطون، نهضروا بعدا غير الامراض تيخرج من القيطون تيضربوا البرد تيخرجوا فيه شي حبوب شحال من حاجه، وحنا ما عارفينش كاع مناش تجي هذاك الشيء. الوتيره ديال البناء راه باقي معطله شي شويه، على حساب هما اللي تيقولوا، تيقول لك حتى تدخل الدفعه الثانيه تيدوزوا شويه تيمشيو على الثاني تيريحوا، المسؤوليه تيتحملها كل شيء من الأحتى للزيد. ما عندناش الكونيكسيون، ديما تنعوتو على الكونيكسيون الريزو ها الرادار، وعندنا المنطقة هنايا راه منطقة مجيانة، وباش عاوننا الله هذا العام هذا كاين شوية الماء الحمد لله. الناس راه تكرفصوا في الشتاء وتكرفصوا في الصيف. انا دابا راه داير جوج فرفارات، الفرفار ما قضى ليك والو. تنتمنوا المسؤولين راه خصهم يتحركوا شويه. بالنسبه للبني راه داك الشيء فيه تباطؤ بزاف، الوتيره خصها تسرع شي شويه. دابا عام، راه نهار 8 راه عام هذيك. يالله دابا بغاو ديروا داروا الساس، كيقولوا راه باقي مازال شي عام ولا اكثر غادي تبناو. حنا غنصبروا اش غنديروا، ما عندنا ما نديروا.